بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم من جديد بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم ومحدثكم عبد الله رباعة من قناة منارة الفكر على اليوتيوب ومدونة منارة الفكر .com، لأكمل سلسلة بدأتها عن كيفية اجتياز اختبارات الـ ICDL وكيفية الحصول على العلامة المثلى والدرجة العليا بإذن الله. الآن صف عنا اللي هو آخر امتحان إن شاء الله باستخدام محاكي ديمو أوف سي آي تي. قبل أن نبدأ في هذا الامتحان أو هذا الاختبار، نذكر بأنه يجب توافر ويندوز 8.1 المطلوب في امتحانات طلال أبو غزالي الأردن، وتوافر الأوفيس 2013، وتوافر اللي هو محاكي الاختبارات سواء كان الديمو كامبريدج أو السي آي تي. أنا بفضل السي آي تي لأنه دائما الاختلاف في الأسئلة والتنوع في الأسئلة يجعلنا نحيط بالمادة من جميع الأمور. ورابعا يجب توافر مادة الامتحان إن شاء الله المحاكي هذا، ومادة الامتحان سأتركها إن شاء الله أسفل الفيديو. الآن بسم الله نبدأ، نذهب إلى هذا المحاكي بالزر الأيمن، ثم Run Administrator أو فتح كمسؤول، ثم نختار اللغة العربية، ثم نختار اللي هي رمز المرشح منارة الفكر، ثم نحول اللغة الإنجليزية وكلمة المرور اللي هي DEMO، ثم دخول. الآن أخذنا كل هذول الامتحانات، صف عنا اللي هو امتحان استخدام الإنترنت وإدارة البريد الإلكتروني. هذا امتحان نوعا ما بجزء أسهل من الامتحانات الأخرى، وأنا شخصيا يعني لما امتحنا في هذا الامتحان بالامتحان الحقيقي تقريبا فللت العلامة كاملة في الامتحان الحقيقي. الآن تعليمات الامتحان قبل البدء. أول شيء يتكون من جزئين، كل جزء يتكون من 10 أسئلة، وأي حروف إضافية ومسافات قد تؤدي إلى إجابات خاطئة. الآن السؤال الأول بالجزء الأول استخدام شريط العناوين. افتح الموقع www.wikipedia.org. الآن نذهب إلى شريط العناوين، ثم نطبع هذا العنوان www اللي هو WIKIBEDI. أنا طبيعتي بالإنجليزي شوية، خلينا نقول متوسطة، بديش أقول ضعيفة. ORG. ثم بفتح لنا طبعا موقع انترنت، هو اصلا هو مدخل على اللي هو هذا المحاكي. حتى لو كنت مش مربوط بالانترنت ممكن يطلع لك هذا الصفحة او هذا الخيار. الان التالي اضبط الصفحة الحالية تكون صفحة رئيسية، نذهب الى تبويبة الادوات، ثم خيار الانترنت، ثم استخدام الحالية اللي هي اللي طبعناها، استخدام الحالية كصفحة رئيسية، ثم موافق، ثم التالي أضف الصفحة الحالية اللي كان مفضل لديك باسم منوعات عالمية، نذهب إلى المفضلة أو تبويبة المفضلة، ثم إضافة إلى المفضلة، ثم نكتب اسمها منوعات في اللغة الإنجليزية، منوعات عالمية بالتاء المربوطة وليست بالهاء، ثم إضافة، ثم التالي. غير أعداد الصفحة الموقع الحالي بحيث يتم طباعة الصفحة بشكل أفقي، نذهب إلى ملف، إلى تبويبة ملف، ثم أعداد الصفحة، ثم اختيار اللي هو الوضع الأفقي، ثم موافق، ثم التالي. قم بتنزيل ملف اللي هو تقرير الموجود هنا، هذا هو الملف الموجود في هذه الصفحة، وحفظه باسم الاسم الافتراضي في المجلد الشهادي الدولي. الآن ما علينا سوى الضغط بالزر الأيسر على هذا التقرير، بيعطينا اللي هو Open و Save و Cancel. احنا بدنا اللي هو حفظ هذا الملف مثل ما هو مطلوب منا، ونكتبه أو نحفظه في الشهادة الدولية سي، ثم
نحفظه بالاسم الافتراضي اللي مطلوب منا، إذا save ثم close. التالي من قائمة المفضلة، اعرض صفحة الويب التي تحتوي على عنوان الشهادات. نذهب إلى قائمة المفضلة أو توقيعات المفضلة، ثم نختار الشهادات بالنقر بزر الفأرة الأيسر. تمام. ثم التالي افتح الموقع اللي هو هذا الموقع، نقوم بطباعته في شريط العنوان www باللغة العربية www.tec.com.sa. ثم ندوس على زر الانتر من لوحة المفاتيح، نعيد طباعة المطلوب منا www. طبعا لو طبعته مرتين وثلاث واربع وخمس، اهم شيء يفتح عندك مثل ما هو مطلوب منك في السؤال. tec. لوحة المفاتيح عندي مرات بعض الحروف لا تطبعها. com.sa. ثم ندوس على لوحة المفاتيح على الانتر، فتح معنا هذا الموقع. ثم افتح الرابط مراكز الاختبار في علامة تبويب جديد. نذهب إلى مراكز الاختبار، ثم نضغط عليها بالزر الأيمن، ثم فتح بعلامة تبويب جديد. هذا شيء بسيط جدا، امتحان سهل، وخلينا نقول بدربك على كيفية التعامل مع متصفح الإنترنت في الجزء الأول، وبدربك بالجزء الثاني عن البريد الإلكتروني كيفية إرسال الرسائل أو استقبال الرسائل وإدارتها. احفظ الصورة الموجودة في صفحة الويب الحالية باسم برج المملكة. نذهب إلى الصورة بكل بساطة بالزر الأيمن، ثم حفظ الصورة، ثم نتجه إلى المسار المطلوب، ثم نكتب برج المملكة، برج المملكة، ثم سيف أو حفظ. ثم التالي حدث الصفحة الحالية. تحديث الصفحة الحالية عن طريق هذا السهم، تضغط عليه مرتين، تم تحديث الصفحة الحالية. ثم التالي في صفحة الويب الحالية، أجب عن الأسئلة التي أو التالي الأسئلة التالية بالنقر على الإجابة الصحيحة. السؤال الأول، أحد الخيارات التالية تعتبر مثال على محركات البحث. الجوجل محرك بحث مشهور، والياهو مشهور معروف بظل الاختلاف بين الار اس اس والبينج. البينج طبعا معظم الناس بيعرفوا انه محرك بحث. الار اس اس اللي هو موجز الاخبار او الاخبار او الاخبار العاجله يسموها، نشره الاخبار العاجله، هذا بظل شريط على المواقع، بظل زي ما تقول اخبار عاجله بتمر عبر المواقع وانت بتتصفح فيها، اللي هو ار اس اس. من أجل الاتصال، السؤال الثاني، من أجل الاتصال الإنترنت بتتصفح المواقع الإلكترونية، فإنك بحاجة إلى متصفح إنترنت، نعم، واشتراك مع مزود الإنترنت، نعم، وجهاز الحاسوب، نعم. إذا جميع ما ذكر، نحدد جميع ما ذكر. ثم التالي أنهينا الجزء الأول بنجاح، إن شاء الله الحصول على العلامة المثالية والعليا بإذن الله. ننتظر الوصول إلى الجزء الثاني إن شاء الله، اللي هو البريد الإلكتروني. طبعا هذا مجرد امتحان تجريبي، قد يوافق بعض الأسئلة الموجودة في الامتحان الحقيقي وقد يخالفها، يعني مش شرط انه نفس الامتحان يجي، ولكن هي 90% من هذا الموجود هنا في هذا الامتحان التجريبي بيجي بالامتحان الحقيقي. الآن افتح الرسالة التي موضوعها عطاء الصيانة المجلد علبة الفارغ. ما تقول لي بدي افتحها من هون، لا، بدي اروح على علبة الوارد، بكبس عليها بالزر الأيسر مرتين بالنقر المزدوج، بيطلع عنا اللي هو علبة الوارد، ثم عطاء الصيانة المطلوب منا فتحها. نكبس عليها بالزر بالنقرتين تفتح عنا مباشرة. افتح الملف المرفق مع الرسالة واحفظه باسم شروط المشاركة في الموقع الشهادة الدولي، ثم أغلق الملف بعد حفظه. الآن مجرد النقر على دعوة المؤتمر له هذا الملف المرفق المرفقات، النقر عليه بشكل مزدوج، بشكل مزدوج بيفتح عندي، أو بشكل مرة واحدة بيفتح عندي هذا الملف. منروح على قائمة ملف كما تعلمنا في برنامج الوورد أو دروس الوورد، ثم حفظ باسم
ثم الشهادة الدولية نختار، ثم نكتب شروط المشاركة. شروط المشاركة ثم حفظ. الآن بقول لنا أغلق الملف النصي هذا، وهذه ما إلها داعي لو أغلق. الآن التالي، فعل خيار إظهار المحادثات. إظهار المحادثات أو خيار إظهار المحادثات أصلا ومن بوابة عرض، نذهب إلى بوابة عرض ثم إظهار تفعيل، هكذا إظهار كمحادثات. ثم التالي، احذف الرسالة المستلمة من أحمد @css.com من مجلد علبة الوارد. نذهب إلى علبة الوارد، نحددها، ثم نذهب إلى اختيار الرسالة المطلوب حذفها، هكذا بالتظليل بالزر الفار الأيسر، ثم الضغط بالأيمن، ثم الضغط بالأيمن عليها لتحديدها وحذفها، اختيار خيار حذف. ثم التالي، احذف مجلد البحث الشركات المنافسة، هذا مجلد البحث أو المجلدات المحلية، نختار الشركات المنافسة ثم الضغط بالأيمن بالزر الفار الأيمن ثم حذف المجلد، نؤكد الحذف. ثم التالي، أنشأ رسالة بريد جديدة باستخدام البيانات التالية، نذهب إلى الصفحة الرئيسية من تبويبة عرض، هاي تبويبة اللي هي الصفحة الرئيسية، ثم استخدام بريد إلكتروني جديد. بقول لنا قاعد إنه بده العنوان الإلكتروني أحمد @css، بتوقع إنه موجود أصلاً في في العناوين الموجودة عندي أو في سجل العناوين، فبكبس على إلى، بدل ما أغلب حالي وأطبع وهذا، لا هو موجود، هيو أحمد اللي مطلوب مني اللي هو أحمد السيد، بالنقر المزدوج عليه بنزل إلى ثم موافق. الآن أنا وكأني طبعته، هذا وكأني طبعته إلى. الآن بقول لي موضوع الرسالة المؤتمر الدولي، الموضوع المؤتمر الدولي، مؤتمر الدولي، نص الرسالة تحضير، هو النص الرسالة، هذا نص الرسالة وهذا الموضوع اللي هو تحضير أوراق العمل المطلوبة، تحضير بالهمزة أوراق العمل المطلوبة، تحضير أوراق العمل المطلوبة. الآن أرسل رسالة لعنوان البريد الإلكتروني، مباشرة نضغط على زر الإرسال. الآن تجهزت بأنه هيها، نجي على العناصر المرسلة، بنلاقي أنه منارة الفكر مودي اللي هي رسالة إلى المؤتمر إلى الأحمد، وموضوع الرسالة اللي هو المؤتمر الدولي. الآن التالي، أنشئ موعد جديد باستخدام التقويم بالاعتماد على البيانات التالية. التقويم نقدر نتصفح له أو نروح عليه عن طريق اللي هو أسفل هذه القائمة، أسفل هذه القائمة، هذا العنوان التقويم، هذا التقويم عفوا، أنشئ موعد جديد، هذا موعد جديد، بالضغط عليه بيطلع لنا اللي هي الإحداثيات اللي بدنا ندخلها. بقول لك الموقع قاعة رقم 4، الموضوع تسليم أوراق المناقصة، الموضوع تسليم أوراق بالهمزة المناقصة، المناقصة. الموقع قاعد بقول لي قاعة 4 ملزقات ببعض. طيب وقت البدء الخميس 2016 26/5، وقت البدء من هنا ثم بنروح على 2016 2017 2016، ايلول طبعا بده يكون عندنا ايار 26/5، نحدد 26 اللي هو ثيرزدي يوم الخميس 26/5/2016، وقت الانتهاء 26/5/2016 من نفس اليوم، نحدد اللي هي نفس الشيء، ايار اللي هي 26 بنفس اليوم، ولكن الساعة 9
هون بحاجة إلى الساعة 9 صباحا، والوقت الانتهاء الساعة 10، يعني مدته ساعة 1. الآن بقول لك أنشئ موعد، إذا حفظ وإغلاق. تفاصيل الموعد اللي هو تحت، تحضير الأوراق المطلوبة، تحضير بالهمزة أوراق المطلوبة، تحضير الأوراق المطلوبة، قم بالحفظ والإغلاق الموعد. هيك حفظ وإغلاق الموعد. الآن التالي، أنشئ ملاحظة جديدة تحتوي على النص التأكد من الأسعار المطروحة. نذهب إلى هاي 3 نقاط الموجودة أسفل هذه القائمة، نضغط عليها هكذا ثم ننتقل إلى الملاحظات، ثم بقول لك أنشئ ملاحظة جديدة من هنا على ملاحظة جديدة، ثم نكتب فيها التأكد بالهمزة من الأسعار بالهمزة المطروحة بالتاء المربوطة، لأن ما قال لي سكرها خليها مفتوحة. ثم التالي، أنشئ مجموعة اتصال جديدة باسم الجهات المانحة. نذهب هنا في الأسفل للاختيار جهات الاتصال اللي هي هاي، اللي هو رسمة رجلين جنب بعض أو راسين، نختاره هكذا، ثم مجموعة اتصال جديدة، مش جهة اتصال، هو بده مجموعة اتصال اللي هي الجهات، بده يسميها الجهات، صغرها قليلا حتى الجهات المانحة، الاسم الجهات المانحة بالتاء المربوطة، انشأ ثم حفظ واغلاق. بس خلينا نشوف السؤال اللي بعده، عدل التوقيع، لا، حفظ وإغلاق هذه الجهات المانحة. الآن بقول لك عدل التوقيع مدير المشاريع باستبدال النص صالح العلي مدير مشروع بالنص سالم الخضير مدير مشاريع الإنتاجي. هاي تعديل التوقيع اللي هم، نذهب إلى قائمة ملف، بعد الملف اللي هي خيارات، ثم بعد الخيارات إلى تواقيع، من عيد نكون على الصفحة الرئيسية، احنا نطلع على قائمة ملف، ثم خيار او خيارات، ثم التواقيع الموجودة هنا، ثم اختيار، هذا طبعا بكون مرات اكثر من توقيع، الان بختار مدير المشاريع لانه هو المطلوب مني، استبدال، هي يعدل التوقيع مدير المشاريع باستبدال النص اللي هو هذا، هذا المطلوب مني استبدال بالنص سالم، نكتب سالم الخضير، الخضير فاصلة طبعا على شفت وكي بدون مسافات، شفت وكي، ثم مسافة مدير المشاريع الإنتاجية، طبعا هو بده يقيس مدى مهارتك في الكتابة وفي التعامل مع اللي هو الأوتلوك أو البريد الإلكتروني. ثم بقول لك من حقل تحرير التوقيع احفظ التوقيع ثم أغلق. الآن حفظ التوقيع ثم إغلاق التوقيع على موافق. بقول لك نوافذ الإعدادات، ملاحظة، لا تغلق تطبيق الأوتلوك. أنا مش راح أغلق هذا، ولكن الخروج من هذه اللي هو، والعودة إلى الصفحة الرئيسية، أو لو بتخليها حتى ما في أي مشكلة وما بتفقد جزء من العلامة. الآن ثم التالي، قم بتغيير طريقة عرض الملاحظات إلى طريقة عرض قائمة الملاحظات. ننطلق إلى الملاحظات عبر اللي هو أسفل هذه القائمة على الـ3 نقاط هذول، ننطلق إلى الملاحظات، ثم من هنا تعديلها بدل أيقونة إلى قائمة الملاحظات، بس نحددها هيك بتصير ايش اللي هي قائمة الملاحظات. ثم التالي،
أنهينا الامتحان إن شاء الله والحصول على العلامة الكاملة بإذن الله. لا تنسونا من فضل دعائكم ولا